تعتبر منطقة الجزيرة السورية من أغنى المناطق الزراعية وسلة سوريا الغذائية على مدار السنوات الماضية. هذا العام مر بتقلبات كثيرة من حرائق وإهمال وصعوبات كثيرة. كيف سيكون العام الزراعي هذا العام وما هي الصعوبات التي يواجهها المزارعون اليوم؟ البداية نشوف التقرير ونرجع حتى نتناقش مع ضيوفنا. فطالما تغنينا بالجزيرة السورية بوصفها السلة الغذائية الأولى لسوريا، لكنها في هذا العام كانت بحاجة إلى سلة إغاثية لإنقاذها من كوارث حلت عليها، إما بسبب الحرائق أو الإهمال أو حتى الحرب الدائرة هناك. الجزيرة التي كانت المورد الأساسي للقمح في سوريا تعرضت إلى حرائق متكررة هذا العام دون معرفة الأسباب من ورائها، لتتسبب في خسائر وصلت إلى نصف محصول العام، الأمر الذي أثر في تأمين الطحين في أنحاء سوريا. أما عن القطن فقد انخفضت زراعته إلى 8 أضعاف نتيجة انتشار نوع من الديدان تصيب جوز القطن، مع عدم توفر المبيدات اللازمة للقضاء على الحشرات التي تؤثر في المحصول، الأمر الذي أدى إلى عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعتها لارتفاع تكاليفها وانخفاض سعره وصعوبة تصريف الإنتاج. ومع بدء الموسم الزراعي الجديد بدأ المزارعون بالزراعة وسط مخاوف أمنية على أراضيهم، بالإضافة إلى نقص البذور والأسمدة وعدم توفر الكهرباء واللجوء إلى المحروقات الغالية الثمن، ما يزيد الأعباء والتكاليف على الفلاحين تزامناً مع تقلبات الليرة السورية أمام الدولار في الشهرين الماضيين، مع غياب الدعم من قبل الجهات والمنظمات في تلك المناطق، الأمر الذي انعكس سلباً على المزارعين وزاد الطين بلة. فبحسب منظمة الأغذية العالمية الفاو، فإن ما يقرب من 80% من الأسر في أنحاء سوريا تواجه صعوبات بسبب نقص الغذاء أو المال لشراء الغذاء، وسط غياب الدعم للقطاع الزراعي وخاصة الجزيرة السورية التي نالت النصيب الأكبر من الإهمال هذا العام. صعوبات وتحديات أمام مزارعي الجزيرة السورية، فما هي الحلول المتوفرة أمامهم؟ بدي رحب بمشاهدينا اللي انضمونا على البث المباشر على صفحة تلفزيون سوري على الفيسبوك حتى يشاركونا بموضوعنا اليوم، وهو مع بداية الموسم الزراعي في الجزيرة السورية ما هي الصعوبات التي يعاني منها الفلاح؟ أكيد نحن بانتظار مشاركاتكم وأيضا تجاربكم. صحيح نور، الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب المهندس واصف الزاب مدير الشركة العامة لخزن وتسويق الحبوب، وسليمان بارودو رئيس هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية، وأيضا الصحفية والناشطة في حقوق الإنسان ياسمين مشعان. مساء الخير جميعا. بداية أستاذ واصف، ما هي الصعوبات التي يعاني منها المزارعون؟ ما هي العوائق التي يعاني منها مع بدء الموسم الجديد هذا العام؟ طبعا أول شيء مساء الخير لكم وشكرا لاستضافتكم، وأيضا مساء الخير لجميع السادة المشاهدين. طبعا المعوقات بالنسبة لزراعة القمح والشعير حاليا، هو موعد زراعة القمح والشعير حاليا، بشكل أساسي أول شيء عدم توافر كميات كافية من البذار المحسن والمعقم، طبعا أيضا عدم توفر المحروقات بكميات كافية لعمليات الفلاحة وغيره، وأيضا ارتفاع أسعار المحروقات، بالإضافة لعدم توفرها ارتفاع أسعار المحروقات. من المعوقات أيضا في عندنا يعني قلة يعني توفر الأيدي العاملة، تعرفي أنت بالمنطقة يعني صار في يعني قلة في عدد الشباب خاصة اللي يشتغلوا في قطاع الزراعة، كل القطاعات يعني منطقة تحولت إلى منطقة عسكرية، وموضوع التجنيد الإجباري وهذه المسائل أدت إلى يعني قلة وندرة الأيدي العاملة، لأنه هذا موضوع أيضا في يعني عدم توفر الأسمدة، عدم توفر البذار حكينا عنها في البداية كميتها غير كافية وليست محسنة، أيضا يعني عدم توفر مبيدات الأعشاب
يعني طبعا هذا احنا اعتبرنا انه هاي كل هالعوامل الطبيعيه الاساسيه اللي مؤثره هي طبعا الامطار. واذا تعرفي يعني السنه يعني هلا احنا في مرحله متقدمه من زراعه المحاصيل، يعني تقريبا يعني نسبه عاليه تم زراعتها في باقي قسم. الاكثر يعني مساحات الشعير زرعت اكثر، يعني تم تنفيذ يعني زراعه الشعير اكثر من محصول القمح. يعني ممكن لانه متوافر البذار. طبعا في يعني هاي مشاكل مباشره متعلقه في موعد زراعه القمح والشعير. يعني ايضا يعني بعد فتره يصير عندنا زراعه العدس ايضا، يعني والكمون وبقيه المحاصيل اللي هي احنا حكينا عن المحاصيل الاستراتيجيه. وتعرفي هاي المحاصيل هي يعني يعني المحاصيل الاساسيه المزروعه في محافظه الحسكه ومنطقه الجزيرة بشكل عام. هاي اللي حكينا عنها. مساء الخير لحضرتك استاذه ياسمين. كيف اليوم عم يستطيع المزارع السوري تامين الاسمده ومستلزمات الزراعه؟ مساء الخير جميعا. بالواقع موضوع الأسمدة هو حالة رفاهية صفت عند المزارع في منطقة الجزيرة، مثل ما تواصلنا كثير في هاي المنطقة جاوبوني أنه الأسمدة هي رفاهية صفت وشيء كمالي بالنسبة للزراعة. حاليا نحتاج فقط للبذار العنصر الأساسي لهذا الموضوع. كمان بحاجة للكهرباء أو للوقود لإدارة محركات الري. فجميعنا نعرف أنه الكهرباء صفت غير موجودة غير موجودة. فلذلك يتم تحويل مشاريع منطقة الجزيرة على الطاقة الشمسية. وتحويل أي مشروع من 150 دونم يكلف تقريباً 5 مليون لتحويله للطاقة الشمسية، هي فقط لإدارة الكهرباء والري. فما بالك الحراسة والسماد وال التكاليف الأخرى والتكاليف الثانية. فالسماد صفى إذن رفاهية ما يتوقعها الفلاح بالوقت الحاضر، خصوصا أنه سابقا كانت تستخدم الأسمدة لصناعة المتفجرات، لذلك صفى في احتكار إلها أو في رقابة شديدة على توريدها، لذلك صارت شبه نادرة أو منعدمة صراحة. إذا ما يتم تأمين هاي المواد من قبل جهات مسؤولة أو حكومية أو ذات مصداقية أو جهات رسمية نعتبرها، لا يمكن تأمينها من قبل الفلاح بشكل طبيعي. طيب أستاذ واصف، يعني هنالك نوع من الأسمدة يمكن إنتاجه من المواد العضوية المتوفرة في المكان في المنطقة، هل يمكن أن تكون هذه الطريقة بديل لتوفير الأسمدة حاليا؟ يعني فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية في محافظة الحسكة، خلينا يعني احنا نحكي عن محافظة الحسكة يعني يصل إلى مليون هكتار من الأراضي يعني المزروعة. فبالتأكيد هذه الطريقة أبدا مو ممكنة. احنا ممكن نستخدم المواد العضوية في الخضار، يعني ممكن نستفيد منها. أما في زراعة القمح والشعير وبقية المحاصيل هاي تحتاج إلى أسمدة كيميائية وبأسعار متاحة لاستخدامها. أما ممكن عندنا يعني الأسمدة العضوية المصنعة في يعني أما مصانع محلية أو مستوردة، وفي الغالب اليوم هي مستوردة، يعني ممكن بشكل أو آخر تعوض بنسبة 5 أو 10% من احتياجات القمح. من أما بالنسبة للمصنعة محليا بالتأكيد هي لا يمكن الاعتماد عليها في موضوع تأمين السماد. إحنا وتعرفي سوريا هي يعني بلد منتج للسماد، في عندنا الفوسفات وعندنا أيضا في عندنا كان مصانع السماد الأزوتي والبوتاسيوم وكلها مصنعة سوريا، لكن مع الأسف غير متوافرة بالكميات المطلوبة وصارت تتصدر او يعني في الـ يعني الدول اللي موجوده يعني مع النظام يعني هي سيطرت على يعني مخازين او المستودعات انتاج الفوسفات.
وبدأت في موضوع استثمارها بشكل يعني الكميات هاي غير متوفرة. جواب على سؤالك لا، بالتأكيد لا يمكن الاعتماد على إلا في موضوع الخضار، أما بالمحاصيل نعم. صعب جدا هذا بالعودة الموضوع. إليك أستاذة ياسمين، ماذا عن دور المنظمات الأجنبية؟ هل تقدم أي دعم للمزارعين؟ وما نوعية هذا الدعم لو افترضنا أنه كان موجود؟ من المفروض أنه تبدأ المنظمات بضخ ناقوس خطر، يعني بالنسبة للموضوع الجزيرة، في حالة وقفت زراعة المحاصيل الأساسية اللي هي القمح والشعير، فرح نشهد بسنوات قادمة وممكن العام القادم ممكن نشهد مجاعة حقيقية. فإذا كانت منظمة الأغذية غير مهتمة بشكل فعال وتقدم دعم مباشر للفلاحين، صدقيني حاليا لا يوجد أي دعم. الفلاحين اللي تكلمت معهم وتواصلت معهم لم يتلقوا دعم مخصوص الزراعة. ممكن تواجد منظمات لا تقدم لهم مساعدات أخرى ناحية صحة تعليم، أما بالنسبة لموضوع الزراعة للآن لم تقام أي خطوة حقيقية. إذا بدنا نطالبهم بخطوات خلينا ننقل هالموضوع للأستاذ سلمان. مساء الخير أستاذ سلمان. يعني دعم الإنتاج الزراعي اليوم قديش بيساهم بأنه يصير في على الأقل يعني عدم خوف على الأمن الغذائي في المنطقة، في منطقة الجزيرة السورية؟ هل فعلا مثل ما قالت الأستاذة ياسمين لا يوجد دعم على الإطلاق لهذا القطاع؟ أستاذ خير أستاذ سلمان. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. نعم، بالنسبة للزراعة وهذا القطاع الزراعي طبعا بشقيه النباتي والحيواني، يعني قطاع مهم واستراتيجي وحيوي في مناطقنا وفي الجزيرة بالأخص وفي كام مناطق شمال وشرق سوريا بشكل عام. نحن شاهدنا في موسم 2018-2019 ما تعرضت لها مناطقنا، خاصة مناطق الشمال وشرق سوريا، من حرائق لهذا المحصول الاستراتيجي خاصة للقمح والشعير من قبل القوى الإرهابية وخاصة داعش، عندما هذا التنظيم تبنى بحرق محاصيل الأخوة الفلاحين بجميع مكوناتهم وتوجهاتهم. نحن في الإدارة الذاتية وفي هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، نحن أعلننا وأخذنا قرار بتعويض هؤلاء الأخوة الفلاحين الذين تضرروا. ما هي الإجراءات التي ستتخذونها أستاذ سلمان لتعويض هؤلاء الفلاحين؟ نعم، نحن اتخذنا بداية عندما تم حرق هذه المحاصيل، نحن في بدورنا كهيئة الاقتصاد والزراعة قررنا تشكيل لجان من الزراعة ومن الأسايش ومن اتحادات الفلاحين أن يقوموا بإحصاء هذه المحاصيل المحترقة، هذه المزروعات التي احترقت من قبل معظمها كانت مفتعلة، وتم خلال أكثر من شهر ونص لجاننا قامت بإحصاء بالقيام بإحصاء هذه الكميات. وهذه الكميات نحن بدورنا أيضا تم الإعاز لكافة لجاننا ووحداتنا الإرشادية، تم توزيع هذه الجداول عليهم، وتم أيضا تعويض كافة المتضررين من الحرائق وفق ما جاء في تقرير لجنة الزراعة ولجنة الأسايش القوى الأمن الداخلي والاتحادات. طيب نحن حتى سلمان الآن يعني يتم التوزيع على المتضررين مجانا وبمؤازرة كافة اللجان. نعم، بالنسبة لموضوع الأسمدة، هل اليوم الأسمدة متوفرة وكيف يؤثر تقلبات الليرة أمام الدولار الأمريكي على أسعار الأسمدة بشكل عام؟ نعم، العام الماضي أيضا تم توزيع الأسمدة على الأخوة الفلاحين وبسعر 200 تقريبا أقل من 250 ألف للطن الواحد.
بينما نحن في الإدارة الذاتية نستورد هذه الأسمدة إن كان من عبر المعابر، إن كان من فرسان عبر فرسان العراق أو من معبر الطبقة من الداخل السوري، ونحن أيضا نستوردها بالعملة الصعبة، وهي الآن حوالي الطن الواحد حوالي 400,000. يعني الأسمدة متوفرة اليوم أمام المزارع. الآن نحن قدر الإمكان نوفر، الآن نحن نوزع على كافة الأخوة الفلاحين الأسمدة والبذار على الفلاحين والمزارعين. وبالنسبة للقروض، هل هناك قروض توزع على المزارعين اليوم؟ نحن لدينا عدة، مثلا بالنسبة هناك لدينا جمعيات، وهناك أيضا هناك كوبراتيفات وعوائل الشهداء، هؤلاء بشكل قرض دينا يتم تمويلهم. أما الأخوة الفلاحين أصحاب الدورات الزراعية وفق تنظيم دورة زراعية نمولهم بشكل نقدي. نعم. أستاذ واضف، يعني هل أثرت حرائق العام الفائت على الموسم، موسم العام الحالي، هل ستؤثر بشكل سلبي؟ طبعا يعني، لكن أنا بس أعلق على بعض النقاط قبل ما أجاوب على سؤالك. أول شيء يعني إحنا مو معقولة يصير عمليات إحصاء للمحاصيل المحروقة الشهر الفائت، يعني شهر تشرين الثاني، بينما الحرائق صارت اعتبارا من شهر أيار، يعني بعد خمس ستة أشهر، وبينما لا كان لا بدها لجان ولا شيء، يعني واضح كان يعني مجرد زيارة للوحدات الإرشادية للحقول تتبين المساحات المحروقة. أما الآن لجان بعد ستة أشهر، ما هو يعني ما هو السبب لعدم وجود إحصائية؟ هاي أولا. ثانيا في يعني غير مقبول أبدا تعويم راح في أسئلة ثانية. أريد بس نقطة نظام، بس توضيح بس توضيح عفوا استاذ واصل. انا قلت ليس من شهر اكثر من شهر، انما تم فتره الاحصاء شهر ونصف، نحن بدانا نهايه الشهر السادس وبدايه الشهر السابع باحصاء المساحات المحروقه. الفتره طولت لدينا شهر ونصف وليس قبل شهر ونصف. نعم، فيك تكمل فكرتك استاذ واصل. كم المساحات اللي طلعت استاذ واصف؟ فيك تكمل فكرتك تفضل. لانه الفكره الثانيه 400 استاذ سلمان لو سمحت، بس خلينا نكمل الفكره مع استاذ واصف لو سمحت، مشان يعني العدل في تقسيم الوقت. المساحات تفضل استاذ واصف كمل فكرتك. مهم جدا يعطيني المساحه. تفضل استاذ سلمان. نعم، المساحه وفق لجاننا واتحادات الفلاحين 435,500 دونم. نعم تمام. طيب. أستاذ واصف، هذا السؤال الثاني اللي هو أنت تأثير الحرائق. يعني عندنا تقريبا 435,000 دونم، يعني إحنا نحتاج ما لا يقل عن 40,000 إلى 50,000 طن من من بذار القمح والشعير، ونحن نعرف انه هاي الكميات ما راح تتوزع، او انه هو ذكر بانه يتم توزيع بذار القمح مجانا على المساحات المحروقه، وهذا الامر احنا نعرف انه غير متوفر. تاثير طبعا، يعني انت تحكي عن 435,000 او اكثر المساحات المحروقه، هاي الناس منين بدها تجيب اللي ما حصد موسمه الماضي؟ اول شيء منين بده يوفر القمح للي بده يزرع؟ انت تعرفي انت 70 الى 80% من الناس هي تخزن قمحها من الموسم الماضي لتزرعه وتطحنه ايضا عشان عمليه الاكل، ايضا عشان بذار. لا هذا يعني هاي المساحات الارقام المرعبه اللي عم نحكي عنها، ومنين هذا يجيب البذار؟ خاصه انه ايضا ما في عمليات قروض، سواء حتى يعني النظام
ما عم يعطي قروض بالكميات الكافية ومربوطة بتسديد الديون. نعم، يعني التعليقات بهذا السياق يعني أستاذ واصف. نعم، يعني عنا أبو حازم عم بيقول على الفيسبوك ما في صعوبات أبدا، طيران الحربي لحاله عم يفلح ويزرع. أيضا زكريا عم بيقول أولا الزرع طلع، الناس فلحوا الأراضي من شهر 11، المعاناة هي قلة الأمطار وغلاء المحروقات. يعني الحقيقة العالم الناس عم بتعلق بشكل ملحوظ. مشاهدينا، كيف مر عام 2019 على الزراعة في الجزيرة السورية؟ نتابع من خلال هذا الانفوغراف. أستاذة ياسمين، يعني نتيجة تواصلك مع المزارعين، شو أكثر مخاوفهم مع بداية الموسم الزراعي الجديد في الجزيرة غير موضوع السماد؟ وهل في نوع من التدريب لكوادر أخرى؟ يعني مثل ما حكى الأستاذ واصف عندنا مشكلة أيضا بالعمالة. يعني اليوم في الواقع معظم الشباب منطقة الجزيرة هاجر إلى تركيا مشان الشغل، يبحث عن شغل لأنه الأرض ما عاد تدر له ما يكفي، وتساعد بنفس الوقت أهاليها اللي كانوا عايشين يقتاتون على مشاريعهم. طبعا مو بس السبب الأمني أيضا وارد لهجرة الشباب. لذلك معظم الموجودين ويقومون بزراعة الأراضي هم من النساء وكبار السن. النقطة الثانية اللي تخوف الفلاحين هي طاقة الأمطار. يعني احنا بالشهر المفروض هذا الثاني زراعة القمح المفروض يكون في عنا وضوح للرؤية في الموسم. في تأخر بالشتاء يعني. في الواقع تأخر في الشتاء، ما في أمطار وفي صقيع، كله يأثر على الزراعة. يعني السنة الماضية راح أجيب لك مثال مقارنة مع العام الماضي. العام الماضي در إنتاج دونم القمح المروي اللي يعتمد على الزراعة النسقية كما نسميها من كيس ونص لكيسين للدونم الواحد، بينما الإنتاج البعلي اللي هو الزراعة المعتمدة على المطر در الدونم الواحد 4 أكياس ووصلت للخمسة. يعني فرق كبير بين الإنتاج المروي وبين الإنتاج المعتمد على الأمطار. لهالسبب هذا السنة قلة الأمطار رح تأثر بشكل سلبي جدا على المشاريع كلياتها. فإذا افترضنا أنه رح تفشل الزراعة البعلية المعتمدة على الأمطار، وكمان ما في عنا دعم لمادة المازوت أو وجود الطرق البديلة، الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية، ودعم هاي المشاريع من جديد، راح نجه موسم صعب حقيقة. يعني إذا الموسم عم يكلف خسائر فادحة للفلاح، فليش يزرع بالأساس؟ في فلاحين كثير ما زرعوا السنة، عم يفكروا يعني بجدوى يعني استصلاح الأراضي من الأساس. يعني بين 10 ل 15 دونم من 150 دونم كثير ضئيلة يعني. أعطيني إذا ما تم تدارك هذا الوضع العام. أستاذة ياسمين صوتك شوي يعني سيء، رح نرجع نحكي معك. بدي انتقل لعندك أستاذ واصف. ضمن المعطيات اليوم، كيف تتوقع الموسم الزراعي القادم؟ أستاذة ياسمين ذكرت أنه الشتاء هاي السنة تأخر مو مثل السنة الماضية، أنت شو تعليقك على الموضوع؟
يعني طبعا احنا في مشكلة أساسية كانت موجودة العام الماضي والسنة أيضا أخشى أنه تتكرر، يعني موضوع تسويق المحاصيل الزراعية. احنا نعرف بأنه يعني تم تسعير القمح من قبل النظام 185 والشعير 100، والإدارة الذاتية أو يعني تم تسعير القمح ب 150 ليره، بعدين صار 160. وايضا يعني كان في انت بالاضافه هذا سعر متدني بالنسبه لمناطق محافظه الحسكه اللي هم ما يقدروا يوصلوها على مراكز الحبوب عند النظام اللي ايضا سكر بوقت مبكر جدا النظام شراء القمح، وبالتالي خاصه الشعير في كميات كبيره جدا. تخيلي بانه لسه موجوده لم تباع، يعني احنا بعد سنه كامله بدات زراعه الموسم الثاني لسه محصول القمح موجود وما انباع، وخاصه الشعير والقمح ايضا. انا اريد احكي بموضوع ايضا موضوع توفير الاسمده والمبيدات. خلينا احنا ما نربط الامور السياسيه بحياه الناس، يعني ليش فقط من جهه النظام مسموح بانه تجي الاسمده؟ طيب النظام ما عم يقدم، ومعظم المناطق اللي هي تابعه خاضعه لسيطره الاداره الذاتيه، ليش فقط الاداره الذاتيه هي اللي تستورد خلي تفتح تجاره السماد وتجيب الناس كميات من السماد اللي تكفي زراعتها؟ ننقل هذا السؤال الى الاستاذ الموضوع الى الاستاذ سلمان. وايضا كل المستلزمات، يعني استاذ واصف حتى ما ننسى هاي النقطه، من الجهه الشماليه تركيا فتح كل المعابر لموضوع حياه مفهوم الناس. خلينا نشوف تعليق الاستاذ سلمان لو سمحت. نعم استاذ واصف، بالنسبه لسؤالك فعلا سؤال وجيه. نحن في الاداره الذاتيه وخاصه في هيئه الاقتصاد عندما يعني يلزمنا اي ماده او اي شيء بخصوص خاصه الزراعه والمواد والامور الخدميه، نحن ايضا نطالب بفتح كافه المعابر، ان كان هذه الماده من داخل السوري او من معابر الخارجيه. لا يوجد لنا غير معبرين، معبر منبج ومعبر سيمالك على الحدود العراقيه، ومعبر الطبقه تجاه الداخل السوري. ونحن الان مثل ما اسلفت، نحن تم استيراد يعني السماد من الداخل السوري، وقسم من ايضا من معبر الحدودي مع العراق، معبر سيمالكا. نعم، يعني لا شك استاذ سلمان باننا جميعا يعني نحاول ان نضغط في سبيل دعم الانتاج الزراعي. اليوم في هنالك يعني مشكله في تامين المواد الغذائيه الاساسيه، اضافه الى تدهور الليره، اضافه الى مشاكل اخرى تعاني منها المنطقه، ارتفاع اسعار المنتجات الغذائيه الاساسيه. نتمنى ان يكون هنالك في الايام القادمه يعني على الاقل ما نسمع انه ما في بذار للفلاحين، نتمنى ان يكون هنالك يعني حلحله معينه في هذا الموضوع. في نهايه هذا الحوار خليني اشكر كل من المهندس واصف الزاب مدير الشركه العامه لخزن وتسويق الحبوب، وسليمان بارودو رئيس هيئه الاقتصاد والزراعه في الاداره الذاتيه، وايضا الصحفيه والناشطه في حقوق الانسان الاستاذه ياسمين مشعان. شكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا لكم. مشاهدينا فاصل ورجعين.